حتى سنوات مضت، وتحديدا أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت. كان مجرد الحديث عن إقامة فعاليات وأنشطة داعمة لحقوق المرأة وتفعيل دورها في المجتمع قد يحمل في طيته الكثير من المتاعب والمخاوف. لكن الحال اليوم قد تبدل، فها هي المكلا، المدينة التي نالت حريتها من سيطرة الجماعات المتشددة قبل نحو 4 سنوات، تحتضن اليوم مؤتمرا لإبراز دور المرأة الحضرمية كشريك محوري في بناء وتنمية الوطن وصنع السلام والاستقرار فيه. هذا الحدث نعتبره تاريخي في حياة المرأة في حضرموت، وخصوصا العقد في هذه الفترة الحرجة. طبعا المؤتمر هو التظاهرة، نعتبرها توعوية تؤكد على استقرار حضرموت، تؤكد على دور المرأة في حضرموت في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وحتى السياسية والقانونية ومكافحة الفساد، كلها كانت محاور نقاش وتفاعلات شهدها المؤتمر بهدف تقييم واقع المرأة في حضرموت وإيجاد رؤية تعزز من حضورها الفاعل في المشهد العام. تقديم التسهيلات بشأن إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي والرفع من نسبة مشاركتها في سوق العمل وتسويق منتجاتها، توفير فرص للإناث لفتح مشاريعهن الصغيرة الخاصة بهن ومنحهن الامتيازات المطلوبة وتحويلها إلى مشاريع كبيرة. وبحسب سلطات المحافظة فإن السنوات الأخيرة شهدت تقدما مهما في مسار تمكين المرأة وإشراكها في صنع القرار بواقع 4 أضعاف ما كانت عليه قبل أعوام. هناك تأكيد على تعزيز دور المرأة في واقع صنع القرار بدءا من المديرية إلى المحافظة، مع العلم أنه هناك تقدم محرز في وضع النساء كقياديات، هناك تقدم محرز أيضا في مجال التوظيف في تشغيل القطاع العام. لكن وفي مقابل هذا لا ينكر المشاركون في المؤتمر من أن الطريق لا يزال طويلا وشاقا، فالكثير من التحديات والمشكلات وإن تفاوتت في أحجامها إلا أنها لا تزال سببا يعيق المرأة في حضرموت من تحقيق أهدافها وإثبات ذاتها، وفي كثير من الأوقات هي قيد يقيدها حتى من طلب المساعدة لإنقاذ نفسها من العنف والتعنيف. ولتلك حكاية أخرى. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.